أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو القصير. اسمي كمال فخر الدين، مستشار أكاديمي في شركة هوتن ميفلين هاركورت، والتي تقدم لكم كل الحلول الأكاديمية من ضمنها موقع التعلم والتعليم The Global Learning Platform. في هذا الفيديو سوف أشرح لكم كيف يمكنكم استخدام تطبيق HMH Global على الآيباد. يمكن لأي مستخدم أن يقوم بتنزيل تطبيق HMH Global من خلال أبل ستور، وذلك على جهاز آيباد أي iOS device. فيقوم مستخدم بالبحث عن تطبيق HMH Global ليقوم بتحميله على جهاز. بعد تحميل التطبيق، يتمكن المدرس والطالب من الدخول إلى التطبيق مستخدما نفس اسم المستخدم وكلمة المرور التي يستخدمها لدخول الموقع. كما ترون أمامكم، لا يختلف تطبيق HMH Global عن الموقع نفسه من حيث طريقة الاستخدام، فتكون إلى يسار الشاشة قائمة المحتوى، والمحتوى المعروض يعرض على يمين الشاشة. ما يميز هذا التطبيق هو قدرة الطالب والمدرس على تنزيل المحتوى والدخول إلى كافة المصادر من غير الاتصال بالإنترنت. يتمكن المستخدم من تنزيل المحتوى من خلال الضغط على أيقونة السحب الرقمية، ومن ثم الضغط على المحتوى الذي يريد تحميله. فإذا تطبيق HMH Global يمكن المدرس والطالب الدخول إلى المصادر بأي وقت من دون الاعتماد على الإنترنت. شكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو، وأراكم لاحقا. Thank you for watching. Make sure to subscribe to the HMH International Content Cares YouTube channel. If you're looking for more content, click on the video to the right of your screen. Welcome to our global community.